دي فيديوهين كمان عايزين نعرضهم كده، فيديو خاص بتهنئة بعض الأساطير في مختلف الدول في العالم للكابتن محمود الخطيب، وفيديو مهداة من قناة النادي الأهلي. نروح نشوفه. سلام يا خطيب. الناس هنا مسرورين بشاهد هذه محمود الخطيب. والخطيب يا جول جول عظيم جول عظيم. مساء الخير صديقي محمود، ان شاء الله انت بخير، عيد سعيد وعمر مديد، اتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق والخير ان شاء الله، انت اسطوره وتبقى دائما اسطوره، وكل عام وانت بالف خير. سنه حلوه يا حريف اللي تعني بلشنا المغربيه يا كويري، ان شاء الله 100 سنه من الاناقه والاحترام. كانت سيدة الشاشة العربية المرحومة فاتن حمامة تناديني بعزيز العزيز، وهي ألقاب أفتخر بها طبعا، وأنا أناديك دائما بالخطيب العزيز. بالنسبة إلي كنت وما زلت وستظل ما بين اللاعبين القلائل الذين أفتخر بهم أو أفتخر بصداقتهم، لأنك النموذج والقدوة لكل الشباب العربي. مرة أخرى نقول لك عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنت بألف خير. يا بيجو عامل إيه؟ أنت تمام؟ مش ممكن يا بيجو، مش ممكن. إدلى فوق إدلى. هابي بيرثداي يا ريس. السلام. Good morning كابتن. And it's Mustafa Haji from Morocco. I wish you a nice birthday. So, and I hope, inshallah, you would feel good. We're all with you and we support you. Captain Khatib, thank you for all the time we spent together. You're a great man. You're a great president. All the best. Take care. Yalla Ali. And I hope we will meet for the final of Champions League. It will be a fantastic pleasure. It was a great pleasure for me to be your coach. And I wish you all the best. Take care. And see you soon. Half soap. Half soap. Half soap. Half soap. مش احنا اللي احتفلنا، ماشي؟ مش احنا اللي احتفلنا. دي اساطير الكوره في افريقيا في الحقيقه احتفلوا بعيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب، وحبوا ان هم يقولوا له بعض الرسائل، يعني سواء مثلا ايه رابح ماجر طبعا النجم الجزائري الكبير والاسطوره الجزائريه، عزيز بودربال نجم الكرة المغربية، مصطفى حجي أيضا كمان نجم الكرة المغربية، وأنطوان بيل الأسطورة الكاميرونية وحارس المرمى، وباتريس كارتيرون، وده فيديو بالتحديد من موقع الكرة، فيديو مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي. كل سنة وأنت طيب يا كابتن بيبو، وإن شاء الله دايما دايما في صحة جيدة، ودايما كده أسطورة من أساطير الكرة المصرية على مدار التاريخ.